تعب وصرف والله واضح شكرا تعب وصرف هذه امور تعنيه لانه ما شاورناش احنا قبل يمشي ويتعب ويصرف ولكن في تقديرنا انه هذا لا يخول له الدخول الى مهنه المحاماه في تونس باعتبار وانه القانون يمنعه من ذلك ولا يخول له ذلك وعددهم هما ربما راهو بالمئات راهو عدد بالمئات وربما لو فتح هذا الباب الغير قانوني فانه سيفتح وراءه ابواب اخرى ربما ما تنجموش أسوأ. ما تنجموش تعملوا لهم اون سارت دو كاباس لا احنا عملنا لهم انا نصحتهم راني نصحتهم بانهم يمشيوا يحضروا الكونكور نتاعهم ويعديوا في المعهد الاعلى للمحاماه كغيرهم واللي يستحق واللي يستاهل واللي ينجم ينجح حتى ينجح لانه مهنه المحاماه راهي مهنه عندها ربما ضوابط علميه لازم تكون متوفره فيها وعدد منهم استجاب راهو للمطلب وربما لنصيحتي ماهوش مطلب لنصيحتي ومشى عدى في الكونكور وفيه شكون نجح وفيه شكون نجح في شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة التونسية ولكن بالنسبة لغيرهم راني أنا ما عندي عليهم حتى ضغينة حتى تحامل ولكن القانون يمنعهم من ذلك وحتى القضاء راهو عندهم قرارات قضائية صادرة ضدهم وبالتالي فإنه ربما أنه نتجاوز القانون أعتقد أنه هذا سيشكل ملف فيهم البعض قاعد يمارس فيهم البعض قاعد يمارس فيهم البعض اللي وقع ترسيمه بالاستئناف فما موجة الأولى وقع ترسيمها بالاستئناف ثم تغير موقف محكمة الاستئناف وكذلك المحكمة الإدارية من هذه الوجهة واعتبروا أن الاتفاقية الدولية لا تسري على التونسي ولكنها تسري على الأجنبي فقط